سجلت أصغر متطوعة في فريق بشار التطوعي التابع للابتدائية المويلح إحدى قرى محافظة طبا، مبادرة وصفت بالأجمل. طبعا أكيد حظيت بتفاعل على مستوى إدارة تعليم المنطقة والمحافظة. إيش اللي يعني عملته الطالبة المتطوعة وإيش علاقتها بتشخيص والدة إحدى الطالبات؟ هذا اللي بنتكلم أكيد عنه. معنا عبر الهاتف الأستاذة بسمة الغبان، قائدة المدرسة، مدرسة ابتدائية في قرية المويلح بمحافظة ضبا. حياك الله. مساء الخير وحياكم الله جميعا وسعدت بالاستضافة. هلا وسهلا أستاذة بسمة. أستاذة بسمة، أول شيء أباك تكلميني عن الشيء اللي قامت فيه الطالبة، وعلى أي أساس يعني هي حددت حالة الوالدة، والدة الطالبة الثانية؟ ما حدث انه حضرت احدى الامهات الى المدرسه لزياره ابنتها وتبين عليها اعراض التعب وعدم القدره على الاتزان. وقتها بادرت احدى المتطوعات الصغيرات من مركز شارع التطوعي بتقديم لها خدمه صحيه وهي قياس الضغط، اللي اظهر انه في يوجد لديها حاله مرضيه وهي ارتفاع في ضغط الدم. نعم. طيب لما قاست ضغط دم والدة الطالبه، ايش كان رده فعله؟ الطالبة كانت سعيدة، والوالدة كانت الأم متفاجئة متقبلة على ما قدمته لها المتطوعة الصغيرة من الخدمة الصحية اللي تمت بكل سهولة وإتقان ولله الحمد. ثم بعد ذلك حولتها الطالبة إلى فريق آخر من المركز وهو فريق التقني اللي يهتم بتقديم خدمات إلكترونية. سجلت لها موعد على النظام الإلكتروني لزيارة المركز الصحي للاطمئنان على حالتها. جميل. طب كيف انطلقت فكرة مشروع تطوعي؟ يعني كيف فكرتي فيها انه انت تطلقي هالفكرة هذه؟ احنا نعرف انه يعني الاسعافات الاولية ضروري، وحنا كنا دائما استاذة بسمة نطالب فيها بالمدارس، خاصة صحيح. بالمدارس الابتدائية، يعني احنا نعرف انه الطالب اذا من الابتدائي تعلم الاسعافات الاولية حتستمر معه لا سمح الله ببيته، بالمدرسة، بالشارع، في اي مكان ممكن يقدم صحيح. خدمة وممكن يساعد. فأنت كيف أطلقتي هالمبادرة إذا ممكن؟ المبادرة انطلقت من قلب مدينة نيوم مواكبة لرؤية المملكة 2030 التي لم تغفل عن جانب مهم من جانب التطوير المملكة وهو جانب العمل التطوعي. وجب علينا كقيادة مدرسية تهيئة البيئة المدرسية، تهيئة الطالبة للعمل والريادة، تقديم الخدمات الإنسانية والمجتمعية. ملاحظتي خلال المركز له 3 سنوات لاحظنا وجود حالات مرضية بين الطالبات، أهمية الوعي الصحي، أهمية التوعية بأمراض العصر اللي هي السكر والضغط. صحيح. أوجب علينا أن احنا لازم نقدم هذه الإسعافات الأولية، لكن بفكرة تهيئ الطالبة لمجال العمل، تهيئ الطالبة للريادة، تهيئ الطالبة لتقدم الخدمات الفورية. نعم. منها نبع فكرة إنشاء أول مركز تطوعي في هذه المدرسة. جميل. أستاذة بسمة، لو تكلميني كمان عن أهمية التطوع بشكل عام، كيف يكون أثره على الطالبات؟ يعني انعكاس التطوع الإيجابي على الطالبات في حياتهم في البيت مع أهاليهم بشكل عام بينهم بين بعض كفتيات في المدرسة. التطوع له سمة، كل يوم الطالبة تحس انها لها مكان في المجتمع، كل يوم الطالبه تحس انها في مجال انساني، مجال ايجابي، مجال انها مواكبه لجميع ما يحصل لها، ما جميل ما يمر عليها في حياتها اليوميه، بالاخص عندنا فريق التقني، يعني تقني عندنا يقدم خدمات تطوعيه، خدمات الكترونيه، حجز اما عن طريق نظام ابشر للامهات الزائرات. أنا في قرية ولا يخفى عليك القرية صعوبة شبكة الإنترنت. صحيح. صعوبة وجود تواصل إلكتروني. فالمدرسة وفرت مقر للطالبة تقدم هذه الخدمات طبعا في وقت يعني ما يأثر على تحصيلها الدراسي، ما يأثر على يومها الدراسي كامل، بمساندة من المعلمات الموجودات تقدم هذه الخدمات دائما. نعم. دائما نطالب أستاذة بسمة أنه يكون يعني فيه يعني أهمية للمحافظات. حنا نعرف أن المحافظات شوي بعيدة وأنه ممكن يكون سقط سهوا أنه ما توصلهم أشياء مرة كثير. دائما بهالبرنامج، برنامجنا وبالبرامج أكيد الكثير بريطانة خليجية، نطالب أنه شوي يكون في اهتمام بالمحافظات وبالهجر. يعني مرة شكرا لمبادرتكم، حنا نعرف أنه أنتم سعيتوا فيها بقيادتك. شكرا لك ومن جد أنت نموذج جدا جميل أستاذة بسمة. نشكرك فعلا على هالمبادرة اللي أنت قمتي فيها، ونتمنى
اذا ما وصلت ما وصلكم شيء من 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 احد انتم تتمنون يدعمكم، اتمنى انه انتم يعني زي كل المدارس يعني تعمل زي ما انت عملتي استاذه بسمه. شكرا لك وشكرا لمبادرتك ويعطيكي الف عافيه. ودائما نرجع ونكرر يا عبير نقول انه احنا نطالب فعليا انه ينظرون الاسعافات الاوليه وتدريب الاسعافات الاوليه بالمدارس لانها فعليا مهمه جدا مهمة. شكرا لك استاذه بسمه.